لمصر حضور نسائي يمثلها للمرة الأولى في المهام الأممية، سواء في المكون العسكري أو المكون الشرطي للبعثة المصرية. فتيات وسيدات قطعن آلاف الكيلومترات إلى قلب عواصم مضطربة وبلدان مأزومة وفي ظروف خطرة ليقمن بعملهن وليطلعن بأدوارهن. الوظيفة ينبغي أن تؤدى مهما كانت العوائق، والرسالة ينبغي أن تصل مهما كانت الظروف. احنا بنسمع ان في سيدات او عناصر نسائية شاركت في مهام عسكرية، مهام خارج البلاد، بس فكرة بنت او سيدة في قوات حفظ السلام دي جات ازاي؟ يعني حضرتك لما بتيجي كأول تقريبا مشاركة نسائية بتبصلها ازاي وحصلت ازاي؟ هي جت الفكرة، جت فكرة جديدة جدا أول مرة تحصل، وكان تم ترشيحي ضمن القوات اللي يختاروها لحفظ السلام، وتم انتقائي عن طريق اختبارات متعددة اتعملت لنا، وبعدها على طول اتدربنا وتأهلنا في مركز الاتصال بالمنظمات الدولية، كيفية التعامل مع الدول الأجنبية وكيفية التعامل تحت مظلة الأمم المتحدة وحاجات كتير اتدربنا فيها، وتم انتقائنا وترشيحنا وتم سفرنا إلى قوات حفظ السلام في أفريقيا الوسطى ضمن سرية النقل الثقيل. شغلك بقى إيه بالظبط جوه سرية النقل الثقيل؟ أنا شغلي هنا ضمن سرية النقل الثقيل، أنا جاية ضمن تمن عناصر نسائية، أنا الضابط المسؤول عنهم، وعندي 7 ضباط مسؤولين برضو ضمن العناصر النسائية الموجودة، أنا مشرفة عليهم في كل المجالات، وشغلنا بيبقى عند البنات بيبقوا شغالين في مكتب الأفراد، بيبقوا مسؤولين عن دفاتر الشؤون المعنوية، ومسؤولين برضو عن دفتر في أي مشاكل عن أي جندي أو أي حاجة بيتم عرضها عليهم، وبالفعل بيتم تنسيقها مع قائد السرية وبيتم حلها، وأيضا بيتم اختيار دفتر المسؤول عن اختيار الجندي المثالي والضابط المثالي كل شهريا. عندي طيب سؤال، وسط المهام دي مهام إدارية ومهام لوجستية، أفريقيا الوسطى فيها نزاعات، فيها مشاكل، فيها كتيبة مشاة مصرية، هل هناك تأهيل ما للعناصر النسائية للتعامل في سيناريوهات الطوارئ مثلا أو الاشتباك أو التعرض لأي خطر؟ تمام، تم تأهلنا بالفعل في مصر قبل ما نطلع، وتم تأهلنا على استخدام السلاح وازاي نضرب رماية، وازاي لو حصل لنا اي تهديد خارجي بنتعامل معاه، وازاي برضو نعمل اخلاء طبي في اي منطقة من المهمة، واخلاء جوي ايضا اذا تعرضنا ليه، وكيفية التعامل مع اي مخاطر بتواجهنا من بره. مستوى العناصر النسائية في الرماية عامل ازاي؟ المستوى امتياز، لما عملوا رماية مصرية كلهم اجتازوا بامتياز. يعني كل عناصر معاكي قناصة؟ كل عناصر عندي كمان بتفك وتركب السلاح. بصي ازاي لتجربتك كأول مشاركة لعناصر نسائية مصرية في قوات حفظ السلام؟ في الحقيقة طبعا تجربة جديدة، وان احنا كأول عنصر نسائي شارك في حاجة زي كده طبعا ده هيزيدنا خبرة وهيخلينا نعرف مجالات اكتر ما كنا فيها، يعني احنا كنا بس مقتصرين على المجال الطبي، احنا اشتغلنا في مجالات تانية واثبتنا طبعا دورنا. خلفيتك بالاساس طبية تمريضية؟ طب الاساس، وطبعا دي حاجة تثبت ان البنت تقدر تشارك في اي حاجة وتشتغل في اي مهام في القوات المسلحة.